كلشي بخير. ايه ونتمنى ان شاء الله دائما تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت ندير لكم واحد، نشارك معكم الغديوه ديالتي، طويجين اللي غادي ندير بالصفرجل. هانتوما عندي هنايا شويه ديال الصفرجل، عندي غنبداو بهذا، غندير البصله، عندي البصله، عندي الثومه، عندي المعدنوس، عندي سكنجبير، عندي البزار، عندي الخرقوم، عندي الملحه. طويجن خفيف، بارك عليكم. دابا قليتو وشويتو وفورتو، بارك عليكم. الصراحه هي هادي. دابا غديروا الخضيره وما تكتروش اللحم، لان اللحم بزاف راه ماشي صحي الصراحه الاخوات. ماشي هذا الانسان ما يبقاش ياكل بزاف اللحم، لان راه تيضر وماشي مزيان للصحه بزاف. اللحوم الحمراء كاع كامله ماشي مزيانه بزاف للصحه. دابا عليكم بالخضار، شحال ما لقيتو تديروا الخضار ديروا الخضار، انا ننصحكم على الخضار بزاف. هانتوما عندي هنا جوج بصيلات، في الوصفه كتبغي البصله، كتبغي البصله بزايد. هانتوما بحال هذا الشكل، هكا ديروها هكا بهذا الشكل. والله الا ولينا نحيرو واش بغينا نديرو الغدا، مادام تايعيا والله الا تايعيا. غتقولوا لي علاش ما درتش في الكوكوط ديما الطاجين، الطاجين ما سميتو الفوائد اللي في الطاجين راه ما كاينه حتى في شي حاجه الصراحه. صحي بزاف بزاف الطاجين، ما نكرهوش ديما نطيبو به لانه صحي. لا مينيو ولا الاينوكس ولا هادشي كله راه كيبقى مضر بالصحه الصراحه. الناس القدام كانوا يطيبوا غير الطواجن، تبارك الله كانوا صحتهم مزيانه. دابا كنلقاو التسمم في كلشي، لا في كوكوط ولا في لينوكس ولا في اي حاجه. المهم نحاولوا نيفيتيو الحاجه الاغلبيه اللي غدرنا، كنطيبوا في لامينيو ومني تكون الحاجه كثيره، ولكن شحال ما نقص الانسان من المسائل اللي تضرو راه مزيان. هادشي اللي كاين، دائما نراعيو الصحه ديالنا. قال الناس اللي غتخلينا نخليوها، لان الصحه هي كلشي. الانسان نحاولوا نتفاداو المسائل اللي تضر. هانتوما الاخوات، هذا داكشي اللي عندي ديال اللحم، شفتو شويه ديال سكنجبير، حتى العطريه ماشي بزاف. سيغتو الناس اللي عندهم المعده وعندهم صار وعندهم هذا يقلوا شويه من العطريه. كاين اللي كيبقى العطريه بزاف بزاف كيسحبوا، راه صافي غادي يبنان الطياب بسميتو بالعطريه. لا الخوت، قولوا غير بسم الله وتوكلنا على الله وديروا الطياب ديالكم، ان شاء الله غادي يجي بنين. وكثريه بالطواجن، الخرقوم ماشي مشكله، الخرقوم واخا ديرو منو بزايد راه مزيان ما تيضرش. المليحه خلاص لابد منها، لابد الملحه اكيد بهاد الشكل هذا. ها نتوما المعدنوس، هاد الوصفه كتبغي المعدنوس بزاف، ماشي بزاف، المهم جهد يكون شويه بلا قصبر. لا ها نتوما الدويمات ديال الثومه بهاد الشكل هكا، حيت انا عندي الدويمات ديال الثومه في الثلاجه. انا ديجا راكم عندي في لاغوسيت في القناه ديالي، اللي بغات تشوف الثومه ديال الدوينات ديال الدويمات تدخل القناه ديالي، راني عندي كنلقاها واجده ناضيه، ما كنصدعش راسي بهذا الشكل. غادي نرد هذا الشيء، غادي ندير الزيت البلديه، ماشي حتى هي ماشي بزاف بزاف الجهد وصافي، لان اللحم كيكون ميدو. وغادي نردو فوق العافيه الاخوات، على عافيه مهيله مهيله بزاف. وعندي صفرجل، انا غادي نوريكم الطريقه ديالته من بعد ما نقيه وداكشي، غنوريكم كيفاش غندير. غادي نسلقو بوحديتو، وبحال اللي غادي ندير له القرفه والسكر من بعد. المهم الطويجن هو هذا، غادي غير نديرو هانتوما الاخوات. الصفرجل ديالي هنا نقيتو هانتوما بهذا الشكل هكا، درتو غير رقيق باش يتسلق لي، ومن بعد عاد ندير له شويه ديال القرفه والسكر ولا شويه ديال العسل في هذا. المهم غتشوفوا معايا مرحله مرحله. ها هو منقي مغسول ناضي، خديت شويه ديال الماء هنا في الكاسرونه، غندير لها طريق شويه ديال الحامض باش ما يكحلش، وغادي نردو مع شويه ديال المليحه بيان سور، طريق ديال الملحه، وغادي نردو يتسلق. راكم عارفين ملي يدخل فيه الماس قلعوه، ومن بعد نرجعوا للطريقه كيفاش غندير باش يجي زوين ويجي بالقرفه والسكر. غنردو فوق العافيه.
هانتوما الاخوات، هانتوما شوفوا الطويجين ديالي، ها هو دا تينزل بشويه بشويه مع البصيله ديالو. سميتو الصفرجل، ها هو دا، ها هو كيتسلق. درت له غير شويه د الملح دابا، من بعد عاد ندير له قريفه والسكر. هذا غندير له غير شويه د الماء، ماشي بزاف فاش يطيب، يعني ناقصه عليه العافيه بزاف. راكم عارفين الطاجين تبارك الله تقريبا ما كاينه شويه د المرقه ديال البصله وديال الحيمه، ولكن شويه فاش يطيب ماشي بزاف. المهم تنرجعوا ان شاء الله. اخوات هانتوما الطويجين ديالي، راني زدت له شويه ديال الماء باش يطيب، وسميتو هاني درت له شويه ديال القرفه والسكر. غادي يبقى هنايا حتى يتعسل شي شويه، غادي نخليه حتى يتعسل. هانتوما تشوفوا درت القرفه والسكر، وغادي نخليه حتى ينشف من داك الماء والطويجين، ها هو من بعد عاد نرجع ان شاء الله. اخوات الطويجين ديالي هانتوما تشوفوا، هذا كاس فرجل، ها هو عسلتو حتى ما بقاش تنشف مره، نشف لان من بعد ما طاب ملي تنصص في الطياب. درت له القرفه والسكر وداكشي، خليته تنشف. الو ها هو طايب واجد. درت له هاد الديكور هذا، غنقول لكم الصحه والراحه. صافي الطويجين ديالي راه صافي ناضي بخير وعلى خير. يلا خليتكم على خير اخوات. هانتوما الطويجين ديالي، ها هو دا وجد، هانتوما تشوفوا، هانتوما قيلي مولايا، بقات فيه غير داك الدميعه، تيجي غزال رائع ما شهيتكم فيه. جربوا هاد الوصفه هادي ان شاء الله غتعجبكم بزاف، وهو ما كيبغيش الماء بزاف بزاف، واللي بغى يزيد مريقه يزيدها. الصراحه انا كيعجبني دائما الطويجن واقف بهذا الشكل، وداك البصيله لتحت معسله وكل شيء بهذه الطريقه، هكا انا كيعجبني. واللي كيبغي عنده الدراري وبغى المريقه يدير يزيد شويه، كيبقى داك الشيء اذواق، مي احسن طريقه هي هذه الصراحه. ومن الاحسن السفرجل سلقوه، ومن بعد ملي يقلال عليه الماء ديروا القرفه والسكر، كيجي رائع الصراحه. حتى داك الحموضه اللي كتكون فيه ما كتسلقش في المرقه، ما تتوليش المرقه ديالو حامضه، كيكون غير هو اللي فيه داك الذوق زويون. المهم غنقول لكم الصحه والراحه الاخوات، الى فرصه قادمه ان شاء الله. اخواتي ما تنساوش تشتركوا في قناتي.